أيها الإخوة، سواء في بريطانيا، في ألمانيا، في جهنم، في أي مكان تعيش في ظلهم، تأخذ الأمان، تأخذ النقود، تأكل من أموال ضرائبهم. وهنالك 50 مليون مسلماً اليوم، يعني 80% من المسلمين في الغرب يعيشون شحاذين بفضل المساعدة الاجتماعية الغربية. ثم بعد ذلك كفار، وأي فرصة لي إحنا كان إيه سأقتلهم، سأجزرهم. أي دين هذا يا أخي؟ أي فقه هذا؟ ففكرة التفسير التآمري وإن الغرب يتآمر ضدنا، إحنا أهون على الغرب من جناح بعوضة. إحنا عايشين على معونات الغرب، وعايشين على دعم الغرب، وعايشين على منتج الحرب الغرب الحضاري حتى الآن. طب شايف أنت من الكاميرات دي من الغرب، العربيات اللي هنركبها ونروح بيها من الغرب، الأتوبيسات اللي بتودي ولادنا من الغرب، اللبس اللي احنا لابسينه ده من الغرب. تخيرونك لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، تطرح عليهم السلام لا يردون عليك السلام، لا يجيبون. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. تخيرونك لأنك ربما تلبس بدلة، لحيتك ليست إيه إلى السرة أو شيء غريب يا رجل. ما هذه الأمة؟ ما هذا الجنون الذي نعمل؟